يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، لقد صليت في مسجد وعندما أقيمت الصلاة تقدم رجل مسبل حليق فقلت له لا تصلي أنت مسبل، ثم تقدمت وصليت بهم، فهل فعلي هذا صحيح؟ نعم، أقول فعلك هذا صحيح إن شاء الله، ولكن لو نصحته عن الإسبال سرا بينك وبينه، أما أنك تقول له أمام الناس وترفع صوتك عليه هذا ما هو لائق، لكن لو أصفيت عليه وقلت له يا أخي أنت مسبل ومجاهر بالمعصية ولا أرى أنك تأم الناس، هو يتأخر بدون نعم.